على شعر من دون تقصف، على شعر لامع. مرحبا يا حلوين، انا نجلة. فيديو اليوم موضوعه العناية بالشعر. هالفيديو مناسب لكل صبية عم تحضرني، وخاصة صاحبات الشعر المصبوغ مثلي. النصايح والخلطة الطبيعية اللي رح اعطيكم اياها رح يساعدوكم كتير لتحصلوا على شعر لامع، على شعر من دون تقصف، وعلى شعر صحي اهم شيء، واكيد رح يساعدوا شعركم لا يطول اكتر. فتابعوا الفيديو للاخر. وعلى فكرة الخلطة الطبيعية كتير مناسبة لتساعدكم ليطول شعركم، انطروا لاخر الفيديو لتعرفوا شو. اول نصيحة لكم يا صبايا لتحصلوا على شعر بدون تقصف وعلى شعر صحي، ما تغسلوا شعركم يوميا. ليه؟ لانه الزيوت اللي بتفرزها فروة الراس اذا ما خليناها تطلع وترطب لنا الفروة والشعر وتغذي الاطراف، ما بنكون عملنا شيء. نحن لما نغسل شعرنا كل يوم بنكون عم نعمل بلوك، او ما عم نخلي هالزيوت تطلع وتخلي شعرنا يتنفس. فنصيحه مني لكم، وخاصه لصاحبه الشعر المصبوغ كمان، لتحافظوا على اللون، اوكي، اغسلوا شعركم من مرتين لثلاث مرات اسبوعيا. وكبديل لغسل الشعر فيكم تستخدموا شامبو ناشف او الدراي شامبو. النقطة الثانية هي قص الشعر. يا صبايا بتعرفوني بقلكم القصص مثل ما هي. Once بصير لشعركم أطراف متكسرة، ما في ولا كريم ممكن تشتروه من السوق بردلكم إياها جالسة، أوكي؟ أو ما في حتى خلطة طبيعية بالبيت بتعملوها بتردها جالسة. في خلطات وكريمات فيكم تستخدمون لتمنعوا هيدا الشيء يصير. فبنصحكم يا صبايا لو كنتوا صبغين شعركم أو لا، إنه تقصوا شعركم لتمنعوا تقصف الشعر كل شهرين او ثلاث اشهر مره، هيك شوي صغيره، ما ضروري تشيلوا هالقد، شيلوا شوي. ومثل ما دائما بقلكم لبشرتكم، حطوا سان سكرين، لانه الشمس بتاذي البشره، كمان الشمس بتاذي الشعر. فبليز يا صبايا اذا انت كنت من الاشخاص اللي بتوقف كثير بالشمس، اوكي، حطي قبعه مثلا، او لفي شيء على شعرك مهضوم بيعطي ستايل حلو. واذا كنت صابغه شعرك لازم تعرفي انه اشعه الشمس كثير مضره للون شعرك، لانه بتفكك حبيبات كيميائيه من الصبغه، وهيدا الشيء بخلي اللون يبوخ. وهلا نقطه كثير مهمه، بعرف قد ايه حلو بس نعمل شعرنا براشينج بمجفف الشعر بالفير، بس مثل ما بنعرف الحرارة كتير مضرة للشعر، فجربوا ابتعدوا عنا قد ما فيكن، لاقوا بديل لهيدا الشيء. انتوا اكيد على السوشيال ميديا وبتعرفوا انه صار فيكن مثلا تلفوا شعركن، اوكي، بلا شو حرارة، سو جربوه. اذا كنت مضطرة على انه تستعملي اداة لتزبطي شعرك فيك تعمليها، بس اهم شغلة استعملي هيت بروتكتور قبل، يعني استعملي كريم، في كتير كريمات بالسوق ضد الحرارة، حطيه على شعرك، هيك بيخلق حماية لشعرك والحرارة ما بتأذيه كتير، بس بتضل تأذيه. ويا صبايا بس نحكي عن الحرارة، ما بنكون بس عم نحكي عن مثل ما قلنا الفير ومجفف الشعر، لا، نحن عم نحكي عن المياه الساخنة. ممنوع أبدا وخاصة إذا شعرك مصبوغ إنك تحمم شعرك بمياه ساخنة. في كتير معتقدات بتقول إنه نحن بنعرف انه الزيت بيخلي الصبغه تروح عن الشعر، وهيدا الشيء غلط. ومثل ما بتعرفوا المياه الساخنه بتفتح المسامات ان كان للبشره وحتى لفروه الراس، فلما تتفتح مسامات فروه راسك كثير هيدا الشيء منه منيح للشعر، من المفروض انك تستعملي مياه فاتره مايله للبارده. وعلى فكره المياه البارده اذا حطيتيها على شعرك، جربيها وتذكريني، رح تنشفي شعرك ورح يصير يلمع بشكل احلى بكثير من قبل. وإذا جربتوها بليز بليز اتركوا لي كل تعليقاتكم بخانة التعليقات. بلشنا نوصل لآخر النصايح ونقرب على الخلطة الطبيعية، بس قبل، أنتوا عم بتحممي شعرك ما تستخدمي كتير شامبو لأن هالشي ما بيفيد. حطي تقريبا شامبو على قد حبة جوزة بإيدك، ويا صبايا ركزوا معي منيح، ما بنحط الشامبو على طرف الشعر، لا، بنحط على فروة الراس، بنفرك بهالطريقة مش هيك، اوكي، لما نكون عم نشربك الشعر كثير وشعرنا بيكون كثير حساس لانه كله مي، بنفرك بطريقه شوي شوي وبنخلي الشامبو ينزل على الاطراف لما يتكسروا. بنحط اكيد كريم الشعر، الكونديشنر، فيكم تعملوا شيء اسمه ديب كونديشنينج، يعني بتتركوا كريم الشعر تقريبا شيء نص ساعه على شعركم ليشربوا منيح الشعر وترجعوا تغسلوا شعركم. نوصل لنقطه بتمشيط الشعر. ما بدي اشوف ولا صبيه عم بتتبعني عم بتمشط شعرها هو ومي.
منخلص حمام مننشف الشعر بمجفف الشعر بس على حرارة متوسطة لباردة. منرجع بس نلاقي انه الشعر نشف شوي منمشطه من الأطراف للجذور، ما منحط الفرشات هيك ومننزل ومنقطش الشعر، لا، خطوة بخطوة. وأنا يا صبايا من الأشخاص اللي بتآمن بماسكات الشعر، إن كان طبيعية وإن كان ماسكات بتشتروها. هلأ بما أنه فينا نعمل ماسكات طبيعية رح كون عم عرفكن على ماسك أنا طبقته صار إلي من أول ما صبغت شعري لليوم، أوكي؟ طبقه مرة بالجمعة أنا شخصياً، فيكن أنتو تطبقوه مرتين بالشهر وفيكن تطبقوه مثلي مرة أسبوعياً، خلينا أعرفكن عليه. الماسك اللي رح نعمله اليوم بيساعدكن لتغذوا الشعر، غني بالبروتين لأن هلا بقلكن شو هو، بيساعدكن كمان لشعركن يلمع، عن جد يلمع، بيعطي لمعان كتير حلو، وكمان بيساعد الأطراف لما تتكسر، سو خلينا نشوف شو هو. هيدا الماسك مؤلف من بيض، من حليب، ومن عسل، في أهيان ما في. مثل ما بنعرف البيض مصدر أساسي للبروتين، فهو بيقوي بصلة الشعر، يعني بخفف من تساقط الشعر، وهي نقطة كتير مهمة. ثانياً بيساعد شعرنا ليقوى وبيغذيه، وبالتالي بيكون عم يمنع تقصف الشعر. والبيض كمان كتير مفيد للشعر المصبوغ لأنه بيرجع بعيد ترطيب هالشعر من بعد ما تكون شوية مستحضرات موجودة بالصبغة سحبت هالرطوبة. ومثل ما دايماً بقلكون الدورة الدموية تنشيطها كتير مهم، وخاصة كمان لما هالقصة بتكون تتعلق بالشعر، فالبيض بيساعد على هالشي وبيساعد الأكسجين ليوصل أكتر لفروة الرأس وبصلة الشعر. وهلأ مننقل لما نافع الحليب. مثل البيض الحليب كتير غني بالبروتين وكمان غني بالكالسيوم، سو عنده نفس المنافع تقريبا، وبيزيد من لمعان الشعر وكمان بيساعد الشعر ليقوى ويطول بطريقة أسرع وصحية أكتر. وهلأ مننقل للعسل، بتعرفوا شو منافعه؟ ترطيب ترطيب ترطيب، وأكيد كمان العسل بحافظ على فروة الرأس وبينظفها مظبوط لأنه مضاد للبكتيريا. طلعت مثل دعاية مستحضر تنظيف، مضاد للبكتيريا. وهلأ أكيد صبايا إذا مش متوفر عندكن الحليب فيكن تستخدموا الزبادي أو اللبن، وإذا مش متوفر عندكن العسل دايماً الحال مع نجلة موجود فيكن تستخدموا زيت الزيتون أو حيالة زيت عندكن إيه. للمزيد من المعلومات أرجاء الاتصال على 123 ما رح أعطيكن رقم. هيدا هو الخليط، ويا صبايا ما تقولوا لا بيض وريحة البيض، ماكسيموم ماكسيموم فيكن تحطوا نقطة خل صغيرة، ما تكتروا صغيرة تختفي ريحة البيض وتبقوا على شعر. هالماسك بتتركوه لعشرين دقيقة على شعركن، بتحطوه على الشعر من الجذور للأطراف وبترجعوا بتحطوا كيس. عن جد إذا عندكم كيس أو حيلا شيء، أوكي حطوا هيك شعركم لا يتغلغل الماسك بقلب الشعر، وبترجعوا بتغسلوه بمي فاترة، أوكي فاترة لساخنة مرة، وتاني زوم بتعملوه بمي فاترة لباردة، وفيكن تطبقوا مثل ما قلت لكم مرة أسبوعياً، وفيكن كمان ثلاث مرات بالشهر. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، أكيد استفدتوا منها أنا بعرف، وما تنسوا تابعوني وتابعوا هي على إنستغرام، واعملوا سبسكرايب لايك شير وكل تعليقاتكم بخانة التعليقات. I love you.